لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. لا كنت عارف انها دعايه لان كنا متكلمين انا وفهمي قبلها، ما بنخبيش يعني حاجه على بعض، فباركت له والتحيه. انا ما اعرفش كل فتره بتطلع الفيديو ينتشر وهو يعني ملوش علاقه، وكويس ان انا من خلالكم بوضح للناس يا جماعه انا كنت واحد من ضمن فريق الكورال اللي في الاغنيه، بس اللي بيغني هو اللواء ايمن صفر علي اللي بكن له كل الحب والاحترام. عارفين انا يعني نفس الشنب تقريبا. هتعمل ايه في العيد؟ هاخد ولادي كده ونسافر نقضي اجازه مع بعض. كل سنه وانتم طيبين. رمضان الجاي ده بتجهز لحاجه ولا لا؟ انا بحب كل المطربين، بحب اسمع كل انواع الاغاني من اول الاغاني الغربي لحد اغاني المهرجانات. بصي انا مفيش حاجه بعينها، بس انا بحب اسمع كل انواع المزيكا. في رمضان في مسلسل ان شاء الله، دلوقتي قاعدين شغالين على الافكار بتاعته وان شاء الله يبقى حاجه كويسه. انا بحب كل الناس والله، كل الناس بحب اسمع كل الناس. الاوضه الضلمه فيلم ملغي، احنا شغالين دلوقتي، صورنا من العميل صفر اسبوع، وبعد العيد ان شاء الله هنستكمل الباقي. لسه مفاجاه ان شاء الله. ان شاء الله هتتعاون مع مين تاني؟ هتبقى مفاجاه يعني ان شاء الله. مش لا لسه مش هينفع اقول دلوقتي، بس مش هينفع والله اقول دلوقتي، بس هو يعني هتبقى مفاجاه وتبقى تركيبه مختلفه. كل سنه وانتم طيبين، ميرسي جدا جدا.